انضم إلى موجز أخبار الآن. قالت منظمة إنسانية إن أعداد النازحين من تل عفر منذ بدء العملية العسكرية بلغ 35 ألف نازح، مشيرة إلى أن جميعهم يعانون نقصا حادا في الغذاء والرعاية الصحية. وكانت وزارة الهجرة العراقية قد أعلنت في وقت سابق استقبال 1500 نازح من قرى ونواحي قضاء تل عفر بمخيم النمرود. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على مستشفى الأطفال في مدينة الرقة إثر معارك مع تنظيم داعش، وبالتزامن مع غارات جوية للتحالف الدولي. واندلعت المعارك في حي الحرامية ومنطقة جامع الحني وشارع المنصور وحديقة الرشيد. قتلت قوات المعارضة السورية 40 فردا من قوات النظام ودمرت آليات حربية خلال المعارك المحتدمة في البادية السورية. ومنذ قرابة 3 أشهر تحاول فصائل المعارضة في البادية صد الهجوم الأعنف لقوات النظام وميليشيات موالية لها على المنطقة. كشف تقرير أممي حديث عن انخفاض أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا في النصف الأول من هذا العام، مشيرا إلى استمرار اعتماد العديد منهم على المهربين لنقلهم. التقرير يظهر انخفاضا بنسبة 94% في عدد الأشخاص الذين يستخدمون الطريق البحري من تركيا إلى اليونان. اعتقلت بنغلاديش 90 شخصا من الروهينجا وأجبرتهم على العودة إلى ميانمار بعد ساعات على إطلاق القوات الميانمارية المنتشرة على الحدود النار على أشخاص حاولوا الفرار من البلاد. واعتقلت الشرطة الروهينجا بعدما عبروا خط الصفر في المنطقة الحدودية. يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تكساس غدا لتفقد الأضرار والفيضانات الناجمة عن الإعصار هارفي الذي ضرب الولاية أواخر الأسبوع الماضي. وكان ترامب أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ الطبيعية بطلب من حاكم تكساس في خطوة تتيح لهذه الولاية الجنوبية الاستفادة من إمكانيات الحكومة الفيدرالية في مواجهة الإعصار. استطاع نادي فالنسيا الإسباني أن يخرج بتعادل ثمين من ملعب سانتياغو برنابيو أمام ريال مدريد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. وأهدر ريال مدريد أول نقطتين في المسابقة هذا الموسم ليصبح في جعبته 4 نقاط في المركز الخامس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.